الحسيني تصنيف المستشفيات المغربية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فيتفضل تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نسألكم حول تصنيف المستشفيات المغربية في التصنيف العالمي، ماذا أنتم فاعلون؟ شكرا. جوابكم السيد الوزير، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للتصنيف كما جاء في السؤال، التصنيف الذي ورد في عبر الشبكة المعلوماتية ويبوميتريكس، فهو تصنيف لا يدل على الحقيقة ديال وعلى الأرضية اللي كيعرفوا المراكز الاستشفائية، لأنه هو ويبوميتريكس كما يدل الاسم ديالو كيدل عليه، فهو على حسب الموقع الالكتروني اللي كيتوفر عليه المراكز الاستشفائيه والمعلومات اللي تتوفر داخل المركز الاستشفائي. فاذا كان المركز الاستشفائي عنده عطل في الموقع الالكتروني ديالو، فكيتحكم عليه باقصاء. فبالتالي الى كنشير بالذكر ان الموقع الالكتروني ويبوميتريكس لما دار تصنيف 2014، المركز الاستشفائي الجامعي حسن الثاني فاس كان هو الاول مصنفا في على المستوى المغربي الوطني، والعاشر على المستوى الافريقي. في 2015 المركز الاستشفائي الجامعي مراكش حصل على الرتبه 9، والمركز الاستشفائي الجامعي حصل على الرتبه 17، بلا ما ننساو الذكر ديال ان كاين مركز استشفائي جامعي ديال الدار البيضاء اللي تصنف في المرتبه 15. ولكن المؤشرات اللي كتدل على التصنيف هذا ما عندهاش مصداقيه كبيره، لان المنظمه العالميه للصحه كتشرط بعض المؤشرات اخرى اللي كتحكم على الجوده وعلى النوع ديال الخدمات. شكرا. تفضل السيد النائب، تعقيبكم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، مرحبا بك ونرجو لك التوفيق والسداد. احنا في فريق العدالة والتنمية نتمين المنح التصاعدي ديال الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، سواء على مستوى الميزانية او الموارد البشرية. 18.6 ديال المليار ديال الدرهم في مشروع قانون المالية ديال 2020، هذا شيء كبير. 7.25 من الميزانية العامة، 14.5 زيادة عن القانون المالية ديال 2019، 4000 منصب مالي مخصص للقطاع السنة الثالثة على التوالي، ولكن رغم ذلك هذا غير كافي. السيد الوزير، وأنتم تتحدثون على هذا التصنيف، التصنيف الحقيقي هو رضا المواطن المغربي عن الخدمة الصحية العمومية، هذا هو التصنيف الحقيقي، بغض النظر على دقة وموضوعية هذا التصنيف ديال هذه المنظمة من عدمهما. طيب السيد الوزير، حنا نشد على ايديكم في الاجراء اللي اتخذتوه مؤخرا ديال التكفل بالحالات الطبيه بالحالات المستعجله، لان هذا فيه حمايه لارواح المغاربه، وكلنا يتذكر الحاله ديال القاضي اللي وافته المنيه في احد المستشفيات، ولكن هذا الاجراء ينبغي ان يشمل كذلك القطاع الخاص. السؤال الثاني، أو ما أريد أن أثيره السيد الوزير، لماذا صنفت بعض المراكز الاستشفائية ولم تصنف أخرى رغم التحفظ ديالنا على المراتب؟ علاش؟ نحن في دولة واحدة، إلا كنا كنتحدثوا على العدالة المجالية، واش الأزمة كاينة أزمة قيم، أزمة تجهيزات، أزمة موارد بشرية، أزمة تحفيزات؟ السيد الوزير، قطاع الصحة نريد له أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية بهذا البلد، ما نبقاوش فقط نتحدثوا على أنه قطاع اجتماعي. السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ لا، تفضلوا السيد الوزير فيما سبق لكم من الوقت. السيد النائب المحترم، أنا أشاطرك الرأي أن التصنيف الأول والمبتغى هو رضا ديال المواطن. إذا كانوا بعض المستشفيات مصنفين لأنه كانوا كيتوفروا على نظام معلوماتي، فالمستشفيات الأخرى لا تتوفر على نظام المعلوماتي، والنظام المعلوماتي كيولي من الأولويات للأولويات باش كيعطينا المؤشرات. وأنا متفق معك أن الميزانية اليوم طلعت شي شوية، ولكن لا ترقى للمبتغى اللي بغينا نوصلوا باش نجودوا. ما كاينش مشكل ديال 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 التجهيزات، ومشكل ما كاين مشكل ديال الحكمة، وكاين مشكل ديال التدبير كذلك، وكاين مشكل ديال بعض الإجراءات حتى نرضوا المواطن إن شاء الله. شكرا سيد الوزير.